طيب خلينا نحكي شوية على النيوتريشن، حتى لو بس نحكي فيتامين اي والبقية نخليها على المحاضرة الجاية، ما عندنا مشكلة، فبس ما راح نطول ان شاء الله، ناخذ هاي الصفحة ونتوقف. تمام، خلينا نحكي على النيوتريشن. نيوتريشن اكو انا شيء اسميه essential fatty acid، اوكي، اللي هي شنو؟ اللي هي عبارة عن fatty acid cannot synthesized by the body so must be supplied by the diet. يعني انا fatty acid ما اقدر اصنعها بالجسم فلازم اخذها بالدايت. مثالها طبعا اكو ملتبل، واحدة منها اسميه لينوليك اسيد، اوكي، هذا اللينوليك اسيد اللي هو الاوميجا 6 لقوا انه هو يدخل بالميتابوليزم اوف اريكيدونيك اسيد باثوي اللي كان يعطيني الليوكوتراين والبروستاجلاندين وهاي القصه. اضافه الى هذا عندي انذر واحد، هذا اللينوليك اكو شيء نسميه لينولينيك اسيد اللي هو اوميجا 3 اللي هذا حكينا عنه من حكينا عن شو اسمه بدايه الليبيد ميتابوليزم، اذا تتذكرون قلنا كان له كارديو بروتكتيف افكت وايضا كان عنده افكت اجينست هايبر ليبيديميا، وهذا الشيء ايضا سبق تكلمنا عنه. فهي بس مجرد معلومات تتذكروها واعاده لكم تعرفون مصطلح الاسينشال فاتي اسيد شنو اقصد به. نجي على الاساس اللي هي الفيتامينز. الفيتامينز انا عندي ملتيبل فيتامينز اقسمها الى تو جروبس، اقسمها الى فات سوليبل فيتامينز واللي هي فيتامين اي دي اي اند كي، اوكي، وعندي water soluble vitamins اللي هي ال B complex بجروبها الطويل وفيتامين C. الفيتامين A و D و E K absorption عادة يصير مالتها بالإليام ويعتمد على البنكرياس. ليش؟ لأن البنكرياس كان يعطيني lipase يشارك بالdigestion of food of fatty substance وأيضا بالabsorption، أوكي. عادة إضافة إلى هذا التوكسيستي مال فات سوليبل فيتامين تكون عاده مور سيفير ومور كمان. ليش؟ لان الووتر سوليبل ممكن يصير بها اكسكريشن باليورين، لكن الفات سوليبل ممكن تصير ديستريبيوشن مو بالبلاد ولا باليورين، يصير بها ديستريبيوشن للفاتي تشو، اوكي، فيصير بها اكيوميليشن فيصير عندي لونج تيرم توكسيستي. طبعا اي شيء يسوي لي فات مال ابزوربشن ممكن يسوي لي فيتامين او فات سوليبل او فيتامين سوليبل فاتي فات سوليبل فيتامينز ديفيشنسي، اوكي، اي شيء يسوي لي مال ابزوربشن للفاتي سبستانس ممكن يسوي لي فات سوليبل فيتامينز ديفيشنسي. اللي مثلا عندي مال ابزوربشن سيندروم اللي يجون بالستياتوريا مثلا سيستيك فايبروسيس، ان شاء الله نحكي ويا الجينيتيك، السيلياك ديزيز حكيناه قبل بالجي اي تي، اوكي، اضافه الى هذا بيشنت عندهم اي كوز اوف مال ابزوربشن ممكن يجون بشنو؟ deficiency of fat soluble vitamins اللي هي A, D, E, K، اوكي؟ فبالتالي اخليها ببالي، واحدة من الشغلات اللي اعرفها شلون عن طريق يجوني بالستيرتوري، هذا الشيء حكينا. بالمقابل الـ water soluble vitamins اللي هي عندي الـ B1 اللي هو الثيامين، الـ B2 اللي هو رايبوفلافين، الـ B3 اللي هو النايسين، الـ B5 اللي هو بنتوثانويك اسيد، الـ B6 اللي هو البيرودوكسين، البي 7 اللي هو البيوتين، البي 9 هو الفوليت، والبي 12 هو كوبالامين، والسي هو الاسكوربيك اسيد الفيتامين سي. اوكي، اخلي ببالي هاي النقطه، احنا تتذكرون الكوبالامين البي 12 الاستورج مالته كان لونج تيرم 3 إلى 4 سنوات، لهذا عاده قليل يصير عندي بيشنتس دايتري ديفشنسي. بالمقابل البي 9 اللي هو الفوليت كان عباره عن ماتس الاستورج مالته، وهذا الشيء حكيناه من ايام الهيماتولوجي. اوكي، إضافة إلى هذا طبعاً إحنا نعرف إنه هذه اللي تذكرون مثلاً بس مجرد تذكرة. الثيامين حكينا عنه ويا هواية ويا الدي هيدروجينيز وعلاقته ويا الكهول أيضاً، بايروفيت دي هيدروجينيز، الفا كيتوسيد دي هيدروجينيز، يعني أقصد البرانش تشين كيتوسيد دي هيدروجينيز، الفا كيتوغلوتريد دي هيدروجينيز، كلها حكينا عنها. الفات مون حكينا عن الرايبوفلافين، منو يتذكر؟ يا إنزيم تتذكروه حكينا عنه، لأن هي كلها راح تنعاد هنا. بالضبط حكينا عنه ويا السكسينيت دي هيدروجينيز، تتذكرون بالكريبس سايكل قلنا نحتاج فات. بالمقابل البي 3 اللي هو نياسين، اوكي نادي هواي حكينا عنه وهذا قصه طويله، لكن اخلي ببالي ترى النياسين نحكي عنه ويا السيروتونين ميتابوليزم، هذا الشيء تكلمنا عنه، نحكي عنه ايضا بيشنت عنده كارسينويد سيندروم، اوكي خليها ببالي، نحكي عنه كأنتي هايبر ليبيديميا ممكن استخدمه فخليها ببالي. البنتاثانويك اسيد كان من يتذكر وين مر علينا مره واحده تقريبا قلنا اسمه، وين مر علينا؟ من يتذكر؟
حكينا عن البايروفيت دي هيدروجينيز، اوكي تذكر هذا الشيء، ارجع على البايروفيت دي هيدروجينيز وتذكروا الكوفاكتورز اللي نحتاجه وياه، اوكي راح تتذكرون هذا الشيء. البي 6 اللي هو البايرودوكسين، اوكي البايرودوكسين قبل شويه مرينا، كل شويه نقول بايرودوكسين بايرودوكسين، حتى خليها ببالي. البي 7 البايوتين مر علينا بيا رياكشنز، من يتذكر؟ من يتذكر يا رياكشن مر علينا بس اسمها، اسم الانزيم ما ادري التفاصيل بالضبط. الكاربوكسيليز اوكي، سواء كان البايروفيت كاربوكسيليز او كان سواء الفاتي اسيد من السينثيسيس، من كان عندنا شو اسمه الكاربوكسيليز مالونيل كاربوكس مثل مالونيل كاربوكسيليز، او ايضا ما علينا المكان الثالث من يتذكر، هنشوف من يتذكر المثال الثالث اللي مر علينا الكاربوكسيليز واشرناها وقلنا نضيفها كلها ونكتبها. ما كاتبيها لو شنو؟ يلا تذكر وين مر علينا الكاربوكسيليز؟ بالضبط من حكينا بالضبط كل الزين على البروبينيل كو اي، اوكي البروبينيل ميتابوليزم، اوكي فبالتالي هو مر علينا بالبروبينيل، مر علينا بالفاتي اسيد، ومر علينا بالبايروفيت واللوكنيوجينيسيس. اوكي الفوليت طبعا، الفوليت والبي 12 هاي موضوع حكينا عنه هوايه، ومع هذا المر عليها. والفيتامين سي الاسكوربيك اسيد، من يتذكر مر علينا وين الاسكوربيك اسيد؟ بالبايوكيمستري دا احكي، ما دا احكي عموما. مر علينا قبل شويه بيا باثوي، من يتذكر؟ مر علينا تتذكرون بالكاتيكولامين سينثيسيس نحتاج فيتامين سي، ومر علينا اضافه الى هذا قضيه الهايدروكسيليشن اوف برولين بيا هو، من حكينا عن الكولاجين، اوكي تتذكرون مر علينا بالتفصيل. طيب خلينا نحكي عن الفيتامين اي ونتوقف، لان انتم هم ما اعرف الاكتيفيتي مالتكم قلت، ما اعرف انتم الغالبيه كلكم المحاضره للتصويت الظهر، نجي الحضور اثنين ثلاثة، يعني شيء غريب كلش انه تصوتون الظهر وراها من سبب موعد المحاضرة الظهر الحضور معك، يلا اتس اوكي ما في مشكلة. الفيتامين اي، الفيتامين اي بصورة عامة إلى مالتيبل نيمز، وقبل ما احكي عنه مين يتذكر الفيتامين اي بشنو حكينا؟ احنا حكينا عنه هواية، طبعا هو من الفات سوليبل فيتامين، اوكي حتى يكون عندكم علم. اي دي اي كي هي فات سولوبل فيتامينز، مشينا بالترتيب بناء على ترتيب الفيرست ايد، هو مرتبها اي بي سي فما اخذها هيك، فاحنا مشينا نفس السيستم، اوكي حتى يكون عندكم على الخف واحد يسال. الفيتامين اي مر علينا بالهيماتولوجي كنا نطيب مالجنسي معين، منو يتذكره؟ بالضبط نطيب البرومايلوسيتيك لوكيميا، اوكي نطيب البرومو مايل اكيوت برومايلوسيت لوكيميا، اوكي تتذكروا حكينا عن الاول ترانسرتينويك اسيد، قلنا نطيب البرومايلوسيت لوكيميا، واضافه لهذا الايزوتريتينوين او الريتين اي اللي دائما يستخدمون جماعه الدرماتولوجي بالتريتمنت اوف اكني، اوكي واضافه لهذا الفيتامين اي لاستخدام معين بالمايكروبيولوجي، من يتذكر؟ بالمايكرو كان نستخدمه فايرال انفكشن لقوا ممكن يقلل المانيفستيشن مالته اللي هو الميزلز، اوكي تتذكرون حكيناه بالميزلز قلنا الفيتامين اي، اوكي وما انسى الفيتامين اي ترى كلش بي هاي تيراتوجينيك، اوكي فبالتالي دائما يعني بالخارج قبل ما ابو الدرماتولوجي او ام الدرماتولوجي يعني كان يكتب الفيتامين اي ديريفيتيفز كتريتمنت، يتاكد الفيميل انه هي مو نوت بريجننت يدزها بريجننسي تيست، وبنفس الوقت يكتب لها تو ميثود اوف كونتراسبشن، تو ميثودز اوف كونتراسبشن، يعني كلش سيفير تيراتوجينيك، وان شاء الله احنا راح ناخذ ريبرودكتيف ونعرف شو يسوي لنا مانيفستيشن وتيراتوجينيستي، اوكي؟ فبالتالي هو الفيتامين اي عندي هو ريتينول ريتينويك اسيد. الفانكشن مالته يشتغل، تتذكرون حكينا عن الاثيروسكليروسيس باث واي، وقلنا من حكينا عن الفيتامين اي قلنا ترى مو سوري الفيتامين اي قلنا مو بس الفيتامين اي انتي اوكسيدنت، انا عندي مالتيبل فيتامينز ممكن تكون انتي اوكسيدنت،
وحده من هالفيتامين اي اي ريشتول انتي اوكسيدنت. اضافه الى هذا، وهذا اهم شيء بي طبعا، هو بارت من الفيجوال بيجمنتيشن، اوكي، فبالتالي هو امبورتنت للريتنا، وهو ايضا امبورتنت فور نورمال ديفرينشيشن اوف ابيثيريال سيل انتو سبيشاليزد سيل، يعني البنكرياتيك سيل، الميوكس سكريتنج سيل، كلها تساعدني، وهو بريفنت سكويمس ميتابليجيا. هنا انا ابدا اسال سؤال، الفيتامين اي مر قبل علينا حكيناه بموضوع معين يسوي لي ديزيز اسميه كيراتو ماليش، انا تذكروا وين حكينا؟ بياد موضوع تتذكرون جنرال برنسبل باثولوجي، ارجعوا عليها راح تتذكرون انه احنا حكينا عن هذا الشيء، تمام؟ فهو امبورتنت فور نورمال ديفرنشيشن، ايضا بريفنت سكويمس ميتابليزم. الريتينول دي يقول لك انه هو فيتامين اي، وثينك ريتسينا حتى امبورتنت فور فيجن، وكذلك ايضا يفيدني بالاكني. فاوند بالليفر، موجود بالفيجيتابلز، اوكي، وعاده يفيدني اذا انطي فيتامين اي ديفيشنت بيشنت، اوكي، ممكن بالميزلز يسوي امبروفمنت للاوتكم. ايضا ممكن استخدم التريتمنت او سيفير سيستيك اكني، ممكن انطي اضافه لهذا بالاكيوت بروما مايلوستيك لوكيميا، هذا الشيء تكلمنا عنها سابقا. الديفيشنسي راح يجيني البيشنت كليتنا نعرف هذا، اي واحد تساله فيتامين اي ديفيشنسي، حتى سواحد واحد بالشارع تساله كل شيء يساعدهم، يقول لك هذا يمكن يسموه العش الليلي، مو يصير عندهم نايت بلايندنس، اوكي. اضافه لهذا ممكن يصير عندهم دراي سكين، يصير عندهم اضافه الى هذا دراي اي، واهم شيء اخليه باي هاي قضيه يصير عندهم سبيشال سبوت يسميها بايتو سبوت، اللي هي عباره عن كيراتين ديبريز اكيوميليشن بالكونجكتايفا، هاي اللي تشوفوها، ويصير عندهم ايضا كيراتو ماليشيا، نتيجه شنو؟ نتيجه كورنيال دي جنريشن. فبالتالي خلي ببالي اغلب المانيفستيشن هي اي اند سكين، حتى ما انسى نايت بلايندنس، بايتو سبوت، كيراتو ماليشيا، سكين، شو اسمه، دراي سكين، هاي التفاصيل اللي حشيناها. طيب مو هذا السؤال اللي راح تسألون عنه، تسألون عادة عن الاكسس فيتامين اي التوكسيستي، واهم شيء قضية يجيب لك بيشنت عنده ريزد انتراكرينيال بريشر، يعني عنده بلارد فيجن، عنده هيديك، عنده فوميتنج، عنده فيرتيجو، كل هاي المانيفستيشن، وراح يجي يقول لك يا فيتامين توكسيستي ممكن يسوي له هاي المانيفستيشن. الجواب فيتامين اي توكسيستي كان كوز ريزد اي سي بي، ريزد انتراكرينيال بريشر، فخلوها ببالكم. الأكيوت توكسيستي يجي البيشنت نوزيا فومتنج رايزد اي سي بي فيرتيجو بلارد فيجن. الكرونيك توكسيستي ممكن يجيني الوبيشيا دراي سكين. هيباتيك توكسيستي اللارجمنت للليفر، وبنفس الوقت اخلي ببالي اهم شيء ايديوباثيك انتراكرينال هايبرتنشن، راح نمر عليها ان شاء الله بالسي ان اس، وراح اذكركم وحده من الديفرنشال دايجنوستس اوف ايديوباثيك انتراكرينال هايبرتنشن هو الفيتامين اي توكسيستي. مثل ما قلنا هو تيراتوجينيك، ممكن يسوي لي كليفت بالات، ممكن يسوي لي كارديك انومالي، اوكي. لهذا دائما نحتاج نيجاتيف بريجننسي تيست قبل ما نوصفه، ونحتاج تو فورمز اوف كونتراسبشن قبل ما انطي، فبالتالي خلي ببالي هاي النقاط كلش مهمه وما انساها. واضحه اطباء؟ تحبون ناخذ اكثر لو ذاتس ات انتم؟ ماكو مشكلة، هي من النهاية ما بقت لنا نص محاضرة تقريبا تخلص الفيتامينز كلها، اوكي، حتى نكمل البايوكيمستري كل الاحوال. اذا ان شاء الله باكر عيد المحاضرة تكون يوم السبت، اذا باكر مو عيد المحاضرة باكر بثلاثة نفس او ثنتين ونص حسب نتفق على الوقت، فنشوف منها بالليل تبين، تمام، اوكي. يا عام بصورة عامة يعني كل عام وانتم بخير، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وتحطون كل شيء ببالكم، والعيد الجاي ان شاء الله العيد مو نقصد بها عيد الاضحى، ان شاء الله تكون كلكم ممتحنين ومحققين السكور ببعضكم، اوكي؟ يلا بالتوفيق لكم، صيام مقبول وافطار شهي وقت الفطور ان شاء الله، وشكرا جزيلا اطباء وبالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا اطباء، بتكون بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. المحاضره الاخيره من ماده البايو كيمستري، بس الصوت واضح تقولي اوكي حتى نبدا المحاضره. طبعا حبيب المحاضره السابقه تكلمنا عن الفيتامينز، وعرفنا فات سولوبل فيتامينز، يعني انواع اللي هي اي دي اي كي، وبالمقابل الووتر سولوبل فيتامينز اللي هي الفيتامين بي كومبلكس، اضافه الى الفيتامين سي. وتكلمنا عن الفيتامين اي
فبالتالي اليوم نكمل محاضرتنا ونتكلم عن الفيتامين بي بتفاصيله، ونتكلم عن بقية الفيتامينز. الفيتامين بي طبعا احنا مثل ما نعرف نقسمها إلى أنواع، عندي بي 1 بي 2 بي 3 عندي بي 5 بي 6 وإضافة لهذا بي 7 بي 9 بي 12. إن شاء الله احنا طبعا راح تشوفون أغلب المواضيع وأغلب الأشياء راح نحكيها أنتم تعرفوها ومارة عليكم. ليش؟ لأن ببساطة الفيتامينز أغلب الأبليكيشن مالتها والفوائد مالتها انه احنا سبق انه مرينا عليها بالبايوكيمستري، من شفنا كل مثلا من راح نحكي على مثلا الثايمين، انتم اكيد تعرفون انه هي تفاصيل مال ديهايدروجينيز، تتذكرون هذا الشيء. نفس الشيء من نحكي مثلا بعدين عن الرايبوفلافين، تتذكرون الاف اي دي وين كنا نحتاجه ومر علينا. نفس الشيء من نمر على البي 12، ونفس الشيء نمر على الفوليت. فبالتالي اغلب المواضيع راح تشوفوها هي نوعا ما اعاده، بس مجرد تجميع للفيتامينز هنا. طبعا اكيد اكو شغلات اضافيه راح نمر عليها، هذا الشيء اكيد. نبدا باول واحد وهو فيتامين بي 1. الفيتامين بي 1 ايضا يسموه هو الثايامين، وايضا يسمى احيانا تي بي بي اللي هو اختصار للثايامين بايروفوسفيت. الثايامين نحتاجه كو فاكتور المالتيبل انزيمز، واحنا مر علينا 3 انزيمز نحتاجه ككو فاكتور وحكيناها اليه، اللي هي جروب الديهايدروجينيز، تتذكرون البايروفيت ديهايدروجينيز اللي احنا كان حكينا بعد الجلايكولايسيس اللي كان يعطينا بالنهايه استالكو ايو يدخل بالكريب سايكل، اضافه الى هذا الالفا كيتو جلوتريد ديهايدروجينيز اللي مر علينا بالكريب سايكل، واضافه عندنا البرانش تشين كيتو اسيد ديهايدروجينيز اللي مر علينا بالمحاضره السابقه. وهنا نسال سؤال، اذا عندي ديفشنسي بهذا الانزيم برانش تشين كيتو اسيد ديهايدروجينيز راح يجيني البيشنت شنو اسم الديزيز بهاي الحاله؟ بالضبط مابل سيراب يورين ديزيز، كل سنة عاشتيني. اضافه الى هذا طبعا اكو انزيم اخر ممكن يحتاج الديهايدروجينيز، وهو انزيم الترانس كيتوليز. هذا عباره عن شو اسمه واحد من الباثوي اللي يجي ويا الهيكسوز نونو فوسفيت شانس، اوكي الترانسكيتوليز. طبعا الترانسكيتوليز كلش مهم هنا نخليه ببالنا. ليش؟ لان الترانسكيتوليز ببساطه ممكن يفيدني ينطيني فكره عن الثايمين ديفشنسي، اوكي؟ يعني احيانا اسوي دايجنوسز للثايمين ديفشنسي عن طريق شنو؟ عن طريق انطي البيشنتس شو اسمه بي 1 واشوف هل يزيد الترانسكيتوليز اكتيفيتي لو لا، اذا زاد اكتيفيتي يعطيني فكره انه عندك ثيامين ديفشنسي، وهسه راح نحكيها بعد شويه. فاذا انا عندي هاي الفور انزيمز احتاج بيها ثيامين ككو فاكتور. طيب الثيامين احنا سبق انه حكينا عن الديفشنسي مالته بمكان سابق، من يتذكر وين حكينا عن الديفشنسي مالته؟ بيا ماده بيا موضوع. بالضبط حكينا عنه بالسايكايتري، اوكي اكثر شيء عنده احكي اوكي بالكهول حكينا عنه، لكن بالسايكايتري حكينا عن تفاصيل مهمه كلش ريليتد للكهول، ورغم انه احنا مو كلش حكينا بالتفصيل، يعني حكينا نوعا ما على انواع معينه وكل ما حكينا بالتفصيل، بس ترجعون على السايكولوجيكال ايمرجنسي مرينا على اشياء ريليتد للثيامين ديفشنسي، بس راح نرجع نحكيها وتتذكروها كل زين. طبعا الديفشنسي ايش راح يصير عندي؟ تخيل هاي كل الانزيمز راح تكون نون فانكشن، فبالتالي وحده من الشغلات نتيجه نون فانكشن اوف بايروفيت ديهايدروجينيز راح يصير عندي امبيرمنت للجلوكوز بريك داون، اوكي؟ فبالتالي راح يصير عندي اي تي بي ديبليشن، لان انت بالنهايه الجلوكوز صح تدخل بالجلايكولايسيس، لكن بعدين ما دام ما عندي بايروفيت ديهايدروجينيز ما راح يقدر يدخل بالكريب سايكل مباشره، اوكي؟ فبالتالي راح يصير عندي اي تي بي ديبليشن، وعاده هذا يصير بي وورسنينج باي جلوكوز انفيوجن، وهذا الشيء اتفقنا عليه وحكينا عنه. ليش؟ لان يعني ببساطه احنا كل ما انطي ادمنستريشن اوف جلوكوز وذوت فانكشن او وذوت ثامين هنا شنو هو؟ اوكي راح يدخل بالجلايكولايسيس، لكن راح شنو راح يصير عندي اكيوميشن للبايروفيت. البايروفيت ما راح يروح باتجاه البايروفيت ديهايدروجينيز، راح يروح مثلا باتجاه البايروفيت مثلا لاكتيت، يتحول الى لاكتيك اسيد، اوكي؟ فبالتالي بهالنتيجه شنو؟ بالنتيجه راح يصير عندي اكيوميشن اوف لاكتيت، ويدخل البيشنت بلاكتيك اسيدوسيس وغيرها الاشياء اللي مرينا عليها قبل بالكهول ميتابوليزم.
فبالتالي هذا احنا دائما ننصح ونقول لازم انت من يجيك بيشنت كرونيك الكحول بحاله عنده الكحول اوفر يوز او عنده مال نيوتريشن لازم تنطيه ثامين قبل ما تنطي الجلوكوز، وهذا الشيء اتفقنا حتى ما يصير عنده اهم شيء من جنب مالتيبل كومبليكيشنز، واحده منها الانسفالوباثي. طبعا شلون اسوي دايجنوستس للثامين؟ عن طريق انه انطي البيشنت بي 1 من اشوف انا عنده ثامين ديفشنسي، انطي بي 1 اللي هو الثامين واشوف الاكتيفيتي اوف ترانس كيتوليز، اذا زادت الاكتيفيتي ولا ما انطيت بي 1 هنا تعطيني فكره انه البيشنت عنده ثامين ديفشنسي. ليش؟ لان ببساطه انت بالحاله الطبيعيه اذا كل شيء اوكي نورمال من تنطي ثامين ما راح يصير عندي سيجنفكنت انكريز بالاكتيفيتي مال هاي الانزيمز كلها، لكن من عندك ديفشنسي معناه هاي الانزيم غير شغاله، فقبل بس تنطي بي 1 راح اشوف هاي الانزيمز راح تبدي تشتغل اكثر، فتعطيك فكره انه ترى عندك ديفشنسي بالثامين. طيب اكو ديس اوردرز كلش مهمه نخليها ببالنا ونعرفها. اول شيء اللي هو ويرنكس انسيفالوباثي، اللي هو هذا شنو؟ هذا الديزيز يصير لايف ثريتنينج نيورولوجيكال كونديشن، هذا حكينا عنه بالسايكاتري. يجي البيشنت عنده كونفيوجن، طبعا كلمه كورونا حتى تعرفون شايلين لو ار او تقدرون تقولون كورونا فد مره، اوكي مو مشكله. اللي هي يجيك البيشنت عنده كونفيوجن، يجيك عنده اوفثالموبليجيا، عنده بينفول اي موفمنت، عنده نستاغمس فريكوينت اي موفمنت، وعنده اضافه لهذا التاكسيا، فهو عنده اثنين مانيفستيشن بالبرين واثنين مانيفستيشن بالاي اذا صح القول، اللي هي كونفيوجن واتاكسيا وفثالموبليجيا ونستاغمس. هاي الكومباينيشن اسميه ويرنكس انسيفالوباثي. بالمقابل اكو ديزيز اخر اللي هو يسميه كوراسكوف سيندروم. يجيني البيشنت عاده بترايد كلش مشهوره، اوكي؟ اللي هي يجيك البيشنت عنده كونفابيوليشن. الكونفابيوليشن هو شنو؟ ببساطه البيشنت يسوي لك فابريكيشن للقصص، يعني مثلا تساله انت انت مثلا شنو شغلك؟ يجي يحكي لك شيء ما له علاقه، يحكي لك قصه هو مو هذا شغله الحقيقي. مثلا تيجي تساله انت ايش صار لك مثلا او قبل فتره وين رحت؟ يقول لك انا مسافر كذا مكان هيك، هو جزء اصلا ما رايح له، رغم انه هو ترى بالحقيقه هو ما متقصد يالف لك هذا القصص. هاي يصير عنده نتيجه نيورولوجيكال ابسيت، فيصير عنده هاي المانيفستيشن. فواحده منها يجيك البيشنت عنده كونفابيوليشن، اضافه الى هذا يصير عنده بيرسوناليتي تشينج، الشخص يتغير حتى اللي حوله يقول لك انه هذا متغير، وايضا يصير عنده ميموري لوس يكون احيانا بيرمننت، اوكي؟ فبالتالي هذا شنو هو؟ هذا الكوراسكوف سيندروم اللي هو راح عباره عن امنستيك ديس اوردر نتيجه للكرونيك الكحول اوفر يوز، واعتقد هذا ايضا مر علينا من حكينا عن بيهيفيرال ساينسز، مر علينا هذا الديزيز. احيانا يجيك لو كومباينيشن من هاي التو ديزيزز اللي احنا نسويها ويرنيك كوراسكوف سيندروم، نتيجه هاي كلش مهمه، كلش مهمه هنا تخلوها ببالكم، راح نرجع نحكيها مره ثانيه بالسي ان اس. بالكحول عاده راح يصير عندي دامج تو اريا او تو ارياز، لكن اهم شيء اخلي ببالي هي الماملاري بادي، كلش مهم تخلوها ببالكم، هي هاي الاريا راح تكون افكتد بالكهوليك بيشنت. لكن ممكن ايضا يصير عندي دامج للميديال دورزال نوكليوس اوف ثالاموس للبارت من الثالاموس، لكن دائما تنسالون على الماميلاري بادي. بيشنت عند كرونيك الكهول وعنده سيفير مانيفستيشن، تتوقع شنو اذا تدزه على ام ار اي يا اريا صار بيها ليجن اللي هي الماميلاري بادي، فخلوها ببالكم هذا الشيء. هذا راح يجيني كومباينيشن اوف كونا مانيفستيشن اللي هي قلنا كونفيوجن اوف ثالموبليجيا نستاغمس اتاكسيا، والكوراسكوف مانيفستيشن اللي هي كونفابيوليشن بيرسوناليتي تشينج اند ميموري لوس. فبتاخذ هذا الفيرنكس وكوراسكوف سيندروم. اضافه الى هذا عندنا هاي دائما مشهوره، اي واحد تساله شنو المانيفستيشن مال بي 1 ديفشنسي راح يقول لك بيربيري، وهذا الشيء صح. اللي هي راح يجيني عندي تو تايبس، عندي دراي تايبس اللي هو شنو؟ ليش اسمي دراي تايبس؟ لان ببساطه ما عنده فلود اوفرلود، ما عنده مانيفستيشن مال هارت فيلير، اغلب المانيفستيشن مالته نيورو. وعندي وات تايب اللي هو هارت، اوكي؟ دراي تايب يجيني بيشت عنده بولي نيوروباثي، وعنده مصل ويستنج، عنده اضافه لهذا مثلا بريفرال نيوروباثي، كلها ممكن يجيني البيشنت. لكن الوات بري بري لا، هو
راح يجين بيشنت فيتشر اوف هارت فيلير، اللي هي بالتحديد نسميها هاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير. ممكن يجيني عنده اودي مثلي، هذا اسميه وات سايد. فبالتالي هذه المانيفستيشن مال فيتامين بي 1. عندنا سؤال اطباء عنه لو واضح بالنسبه لكم. نيجي نحكي على الفيتامين بي 2. الفيتامين بي 2 هو اسمه نفسه الرايبوفلافي. اذا تتذكرون احنا حكينا عن الاف اي دي اللي هو جزء من الرايبوفلافين، حكينا عنه بتفاعل كلش مهم بالكيرب سايكل اللي هو السكسينيت دي هيدروجينيز. طبعا الفيتامين بي 2 هو عباره عن شنو؟ هو جزء من الفلافين ادينين دايفوسفيت اف اي دي، واضافه لهذا اف ام ان فلافين مونونيوكليوتايد. هذا عادة يفيدني بمالتيبل رياكشنز اشهرها ودائما تسالون عنه ويجيكم بالامتحان، اللي هو السكسينيت دي هيدروجينيز بالكريبس سايكل. دائما يحبون تعرفون ان هو يستخدم الاف اي دي مو الاي دي اتش، اوكي؟ فخلي ببالي هاي النقطه، اوكي؟ اضافه لهذا طبعا الديفشنسي راح يجي لي بمالتيبل مانيفستيشن، عادة هي نن سبيسيفيك، لكن اكو شغلات تميز لي بيها. يجيني البيشنت عنده كايلوسيس اللي هو انفلاميشن باللب، واضافه لهذا اشوف عنده فد سكيلينج، عنده اضافه لهذا ليجن بالكورنر اوف ذا ماوث، فبالتالي هاي كايلوسيس. هسه راح نشوف صور له. اضافه لهذا يجيني البيشنت عنده ماجنتا تانك، هسه راح نشوف صوره له. ويجيني ايضا زياده بالكورنيال فاسكولاريزيشن، لاحظوا هذا الشيء. الكايلوسيس يجيك عباره عن انفلاماتوري بروسس دي يصير باللبس، تشوفون هذا الشيء كله، وعنده اضافه لهذا يكون عباره عن فيشرز، عباره عن انفلاميشن يصير بالكورنر اوف ذا ماوث، هذا نسميه كايلوسيس. فبالتالي خلي ببالي هذا الشيء. اضافه لهذا الماجنتا تانك هو هذا نتيجه رايبوفلافين ديفشنسي، يكون هذا الكلر مالته يعني شلون الماء شلون كلر وحده من المشتقات تصور اللون البنفسجي هيجي هو هذا، اوكي؟ فهو هذا نشوفه. اضافه لها طبعا تشوفون حتى يكون عندكم اضافه ممكن هاي اكو شيء يسموه سكارلت تانك اشوفه بالبي 3 ديفشنسي رغم انه الصور ما ضعف بالفيرست ريت. اكو شيء اسميه بيفي ريت تانك اللي اشوفه بالفيتامين بي 12 ديفشنسي، اوكي؟ وهسه راح نمر ونحكي على بقيه الفيتامينز ديفيشنسي. فبالتالي خلي ببالي هاي المانيفستيشن مال بي 2، اهم معلومه به هي قضيه السكسينيت دي هيدروجينيز. نجي نحكي على البي 3. الفيتامين بي 3 اللي هو اسمه ايضا نياسين او ايضا نسميه نيكوتينيك اسيد، اعتقد مر علينا هوايه نحتاج الان اي دي والان اي دي بي مالتيبل رياكشنز، اوكي؟ هذه مرت علينا. إضافة إلى هذا سؤال، النياسين الأوريجين مالته من يا أمينو أسيد، من يتذكر؟ بالضبط، النياسين الأوريجين مالته من التريبتوفان، أرجع على المحاضرة راح أشوفها من التريبتوفان، أوكي؟ وكان من قلنا يتحول لي الى نياسين، قلنا نحتاج وياها بي 2 وبي 6. ارجع على المحاضره مال البارحه راح تشوفون هذا الشيء موجود نصا مكتوب، اوكي؟ الفن الالانين كان يعطينا هاي تايروسين وصمول شو اسمه النياسين. فبالتالي النياسين اذا الاورجن هو من التريبتوفان ويكون يحتاج حتى نسوي له سينثيسيس بي 2 اند بي 6، وموجود عندكم ايضا بالكتاب نصا. طبعا نياسين دائما وحده من الشغلات دائما تنسالون عليها، اكو شغلات تجيكم بالامتحان وهسه راح نمر عليها بعد شويه ونمر عليها مره ثانيه بنحكي عن الكارديو فاسكولار فارماكولوجي اللي هي نستخدمها كانتي هايبر ليبيديميا، يساعدني بالتتريت ديسليبيديميا، يزيد لي الاتش دي ال ويقلل الفي ال دي ال. لكن اضافه الى هذا اكو مانيفستيشن يجيك البيشنت ممكن ببرورايتس ولا ما تنطي، ودائما يسالوك ايش تنطي، ممكن يعطيك يجيك عنده بيشت جلوكوز ديس اوردر، اليوريا ايضا يتاثر، سؤال اليوريك اسيد هسه راح نحكي عنها، اكو شغلات كلش مهمه تخلوها ببالكم. فبالتالي النياسين هو جزء من الان اي دي، الان اي دي بي، اوكي؟ والاورجن مالته من التريبتوفان، نحتاج بي 2 بي 6 بالرياكشن مالته، ممكن نستخدم التريت ديسليبيديميا. طيب الديفشنسي مالته، اوكي؟
ايش راح يجي البيشنت؟ ممكن يجي البيشنت عنده جلوستاتيسايتس انفلاماتوري بروسس بالتنج، هذا شفناه قبل شويه شلون التنج بالناسين ديفشنسي. اضافه لهذا ممكن يصير عندي، اذا كان عندي سيفير ديفشنسي راح يجي بديزيز كلش مشهور اللي هي بلاغرا، اللي هي عباره عن شنو؟ يجيك البيشنت بترايد، وبعضهم يسموها شو اسمه يحولوها مو بس ترايد، اللي هي شنو؟ يجي البيشنت بال 3 دي اللي هي دياريا دمنشيا ودرماتايتس، اكو بعضهم يضيفوا لها ديث باي ذا واي، فايتس اوكي مو فد شيء. هذا البيشنت مثل ما قلنا سيفير ديفشنسي راح يجيني بلاغرا، واضافه الى هذا اكو ديفرنشال دايجنوسز للناسين ديفشنسي، وحده منها طبعا حكيناها بمحاضره البارحه اللي هي الكارسينويد سيندروم. اوكي هذا الشيء اتفقنا عليه وافتهمنا ليش انا يصير عندي كارسينويد سيندروم، لان ببساطه الكارسينويد عندي زياده بالسيروتونين، فبالنتيجه كل التريبتوفان ميتابوليزم دا يروح باتجاه السيروتونين وما دا يتحول الى نياسين، فيجي البيشت عنده ديفشنسي اوف بي 3. نفس الشيء اكو كيس نسميه هارت ناب ديزيز وراح نمر عليه، هذا عندي مشكله بالترانسبورتر، هذا راح نمر عليه هسه بعد شويه للامينو اسيد ونحكي عنه. اضافه الى هذا طبعا وهي شغله مهمه، الايزونيازايد اللي نستخدمه بالتي بي يقلل عندي البي 6، واحنا اتفقنا انه البي 6 ترى نحتاجه بالسنثيسيس اوف نياسين، فممكن يصير عندي نياسين ديفشنسي نتيجه البي 6 ديفشنسي. لكن انتو اكيد الايزونيازايد يسالك سؤال واحد، شنو الموست كمان ديفشنسي وياه؟ تختار البي 6 صحيح على الصلاه منتهين منها، لكن ممكن ايضا يصير عندي نياسين ديفشنسي لان ببساطه انا احتاج البي 6 بالسينثيسيس اوف نياسين فروم تريبتوفان. السيمبتوم اوف ديفشنسي راح يجي البيشت عنده دياريا، عنده دمنشيا، ممكن هالوسينيشن، وعنده درماتايتس، يصير عنده سكين مانيفستيشن. اوكي بحيث يصير عندهم اكو شيء يسموه برود كولر راش، كانه شلون واحد لابس الياخه هيك هنا سيفير راش بالنيك وبالابر تشيست. اوكي اضافه لها طبعا ممكن اشوف عنده هايبر بيجمنتيشن بالسن اكسبوزد اريا، واعتقد هاي الصوره واضحه عندي. اكو شيء اخلي ببالي اللي هي هذا الديفشنسي يجيني بهيش بالاجرا دياري درماتايتس دمنشيا وهاي القصه حكينا، لكن اذا عندي زياده بالنياسين وواحده من الشغلات من انقي بيشنت نياسين كتريتمنت للهايبر ليبيديميا يجي البيشنت بثري مانيفستيشن كلش اخليها ببالي ومهمه، اللي هي اول وحده فيشل فلاشنج، يصير عندهم سيفير فلاشنج، يصير عندهم ريدنس، يصير عندهم اضافه لهذا بروريتس، ودائما تسالون ايش تنطي البيشنتس وياها حتى تتجنبه، وهذا راح نرجع نحكيها من نحكي عن نياسين بالانتي هايبر ليبيديميا. انطي البيشنت اسبرين ليش؟ لان لقوا انه هذا الفلاشنج يزيد عندي نتيجه زياده البروستاجلاندين مو نتيجه زياده الهيستامين، فانطي البيشنت شنو؟ انطي البيشنت اسبرين. ودائما هذا السؤال تشوفه انه البيشنت اللي جات عنده اخذ نياسين صار عنده فلاشنج، ايش تنطي تريتمنت؟ الجواب اسبرين. ايضا ممكن يزيد عندهم يصير عندهم هايبر جلايسيميا، وممكن يصير عندهم هايبر يوريسيميا، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه وما انساها. فيقول لك انه الاكسس او بي 3 راح يعطيني ديزيز اسميه الجاوت اللي هي بوداجرا، وهذا الشيء حكينا عنه وتكلمنا عنه بالماسكولوسكلتر. اكو ديزيز ضروري نفتهمه ونعرف القصه مالته اللي هو الهارت ناب ديزيز، عبارة عن autosomal recessive disease نتيجة deficiency of a neutral amino acid transporter. دي يصير عندي بالبروكسيمال تيوبيول ودي يصير عندي أيضا بالانتيرو سايد، فيصير عندي deficiency بالتريبتوفان. سؤال أكو واحد إجاني عنده هيك شيء نفس هاي القصة بالترانسبورتر، يا ديزيز حكينا عنه البارحة نفس القصة بالضبط السستينيوريا، قضية الكولا ميتابوليزم اللي هي المجموع مال امينو اسيد كل الزين السستينيوريا. اوكي فيجي البيشنت عنده شنو؟ دفك بالترانسبورت بالبروكسيمال تيوبول وبالانتيروسايت اللي بتاثر على التريبتوفان ابزوربشن، فيجيني نيوترال امينو اسيد يوريا، اكو يطلع عندي الامينو اسيد باليورين، اضافه لهذا يقل الابزوربشن من الجات، فيصير عندي يقلل التريبتوفان، التريبتوفان احتاجه السنثيسيس اوف نياسين، فيقل عندي النياسين، فيجيني البيشنت عنده باللاجرا لايف سيستم سيمتوم، فاحنا لازم نعالجه عن طريق نعوضه بالدايت. اوكي وهذا الديزيز كلش مهم ترى دائما تجي عليه اسئله، فبالتالي اذا هو اوتسومر نتيجه ديفيشنسي اوف
امينو اسيد ترانسبورتر بالكدني وبالجاتس. اوكي يجيني بضعف فيتشر اوف ديكريز تريبتوفان وديكريز نياسين، فيجيني بالاجرا لايك سيبتم. طبعا اكو مالتيبل لاب فايندينج ممكن تفيدني بالدايجنوسيس، لكن اشهرها طبعا اللي هي امينو اسيد يوريا، اشوف الامينو اسيد باليورين. اوكي اضافه الى هذا طبعا الانذر امينو اسيد اللي هي نن نيوترال امينو اسيد عاده تكون نوت افكتد، يعني البرولين الهيدروكسيد برولين الارجينين عاده ان تشينج ما راح تتاثر. الاهم شيء يصير عندي للنيوترال امينو اسيد اشهرها طبعا التريبتوفان. واضحه بخصوص بي 1 بي 2 بي 3 عندنا مشكله؟ لو اوكي تمام اطباء. تمام نيجي نحكي على الفيتامين بي 5. البي 5 اللي هو نفسه هم اسمه بنتوثانيك اسيد، بنتوثانيك اسيد اللي هو البي 5 فبنتوثانيك اسيد. عاده هذا نحتاجه ككو انزيم اي multiple factors. من يتذكر مر علينا بيا رياكشن قلنا نحتاج هذا الكو فاكتور؟ بيامي جزء من الميتابوليزم قلنا نحتاج البي 5 بالضبط بالبايروفيت، بالضبط بالبايروفيت دي هيدروجينيز. اذا تذكرون البايروفيت دي هيدروجينيز كنا نحتاج multiple factors 1 2 3 4 5 factors كنا نحتاجها، واحدة منها الفيتامين بي 5 البنتوثانيك اسيد. اوكي احتاجه كومبوننت اوف كوانزيم اي. اوكي واضافه لها طبعا يفيدني بالفاتي اسيد سينثيز. اوكي اخلي بالي هاي النقطه. نيجي الديفيشنسي، الديفيشنسي ممكن يجي البيشنت عنده ديرماتايتس. اوكي ممكن يجي البيشنت عنده انترايتس جي اي تي مانيفستيشن، ممكن الوبيشيا، ممكن ادرينال انسفشنسي. واكو فيتشر كلش مهمه تخليها ببالك يسموها بيرنينج فيت سندروم. يجيك البيشنت عنده ديكريس سنسيشن او بيرنينج سنسيشن بالفيت، عنده باراستيزيا وعنده اضافه لهذا الديستيزيا، فبالتالي تشينج بالسنسيشن يجي البيشنت هذا. اذا فخلي ببالي اذا البي 5 اذا راد يسالني على الكونزايم اللي احتاجه. اوكي كونزايم اي اللي يحتاج ممكن مالتيبل رياكشنز. اوكي واضافه لهذا يسالني عن المانفستيشن مالته اللي هي اشهرها البيرنينج فيت سنتر. واضحه اطباء هنا؟ تمام نرجع نحكي على الفيتامين بي 6. والفيتامين بي 6 اللي هو البايرودوكسين، تذكرون ايش قد مر علينا البارحه البي 6 كم رياكشن مر علينا؟ كلش مهم البي 6 نحتاجه بمالتيبل رياكشنز. اوكي كل شويه بنحكي عن امينو اسيد كونفرجن بنقول احنا نحتاج وياه بي 6. اوكي فبالتالي البايرودوكسين واحيانا نسميه بي ال بي اللي هي بايرودوكسال فوسفيت نحتاجه كو فاكتور المالتيبل رياكشن، واحده منها ترانس امينيشن رياكشن. وترجعون بدايه البروتين من نشوف الاي ال تي والاس اس تي كنا نحتاج وجود البي 6. اضافه لهذا ممكن نحتاج الديكاربوكسيليشن رياكشن، نحتاج ايضا بالجلايكوجين فوسفوريليز اذا تتذكرون، الجلوتاثيون اذا ترجعون البارحه المحاضره ايضا احتاج البي 6، السيستاثيونين. اوكي من حكينا عنه الهوموسيستين يوريا قلنا نحتاج ايضا البي 6. اوكي الهيم سينثيسيس مالتيبل رياكشن احتاج البي 6، النياسين سينثيسيس احتاج البي 6، الهستامين حتى اصنع من الهستيدين ايضا احتاج البي 6. اضافه لهذا مالتيبل نيورو ترانسميتر سواء بالباث واي مال الانين او حتى بالباث واي مال التريبتوفان، سوري بالفينيلالانين او التريبتوفان احتاجه سواء للسيروتونين للابنفرين نور ابنفرين دوبامين جابا كلها قلنا نحتاج البي 6 فهو احتاجه مالتيبل رياكشن. الديفشنسي مالته طبعا راح يجيك البيشنت ممكن عنده كونفولشن ممكن عنده هايبر اريتابلتي، لكن اهم شيء ودائما يحبوه هذه اللي هي بريفيرال نيوروباثي وبالتحديد البيشنت عنده تي بي وده ياخذ تريتمنت ويسالوك يا ميديكيشن ده ياخذ
الجواب هو ايزونيازايد. اوكي، هاي ان شاء الله راح ناخذها بالانتي مايكروبيال، بس كلش مهم تخلوها ببالكم. الايزونيازايد يسوي لي بريفرال نيوروباثي نتيجه البي 6 ديفشنسي. اوكي، اضافه لهذا ممكن يجي البيشنت بسايدروبلاستيك انيميا. ليش؟ لان يعني ببساطه البي 6 نحتاج احنا بمالتيبل باث واي اوف هيم سينثيسيس. اوكي، فبالتالي من ما عندي بي 6 ممكن ياثر لي على الهيم سينثيسيس فيجيني فيتشر او سايدروبلاستيك انيميا. واعتقد احنا اخذناها بالهيماتولوجي بالتفصيل الهيم باث واي، وايضا البارحه مرينا عليها بشكل سريع ونعرف هذا الشيء. فبالتالي هاي النقاط الاساسيه اللي احتاج افصل البي 6. فاذا البي 5 احتاج كوانزيم اي، ما انسى هذا الشيء. البي 6 احتاج بمالتيبل رياكشنز مثل ما مرينا عليها قبل وحكينا عنها. الديفشنسي البي 5 يجيني بيرنينج فيت سندروم، البي 6 يجيني اهم شيء بريفرال نيوروباثي. بالمقابل النياسين اعتقد كلنا نعرف التفاصيل مالته باللاجرا. البي 2 قضيه شو اسمه الرايبوفلافين، نعرف علاقته بالساكسينيت دي هيدروجينيز، ويجيني عاده كايلوسيس، ممكن يجيني اضافه لهذا تشينج بالتنج وهاي التفاصيل. والبي 1 هو الثامن، نعرف القصه مالته. فبالتالي لحد الان عندنا مشكله اطباء لو واضحه الامور. طيب نيجي نحكي على الفيتامين بي 7 اللي هو البايوتين. البايوتين مر علينا قبل، تتذكرون كنا نحكي بيا انزيم نحتاج البايوتين دائما. بالضبط، بالكاربوكسيليز. البايوتين احتاجه بالكاربوكسيليز مثل ما حكينا، فبالتالي هو كو فاكتور فور كاربوكسيليشن انزيم، نعطيه 1 كاربون جروب. اللي هي شنو؟ هي البايروفيت كاربوكسيليز اللي كانت بارت من الجلوكونيوجينيسيس، كان يحول البايروفيت الى اوكزالو استيت، هذا الشيء نتذكره. ايضا احتاجه قبل بالفاتي اسيد سينثيسيس عن طريق الاستايل كو اي كاربوكسيليز. اوكي، الاستايل كو اي كاربوكسيليز يحول الاستايل كو اي الى شنو هو؟ الى مالنيل كو اي. وايضا احتاج تتذكرون بالبروبانويك اسيد ميتابوليزم، عندي البروبيونيل كو اي كاربوكسيليز اللي يحتاجه بالاوكسيديشن اوكي اوف او تشين فاتي اسيد، يحول البروبيونيل كو اي الى مثل مالنيل كو اي. فبالتالي كل هاي احتاج بها الكاربوكسيليز انزيم مثل ما حكينا. الديفشنسي طبعا عاده يكون رير وما تشوفوه هواي بالامتحان، لكن عاده اكو نقطه يسالون بها بالامتحان، صح؟ ممكن يسوي لي ديرماتايتس، انتريتس، الوفيشن، هاي اوكي، لكن اهم شيء دائما يسالون عنها انه اذا بيشنت اخذ لونج تيرم انتي بايوتيك، هاي ما يسالون، يسالون عن هذه اكسسيف انجكشن اوف رو ايج وايتس، يعني هذول اللي ياخذون، اكو ناس مثلا ما اعرف عندهم قابليه يشربون شو اسمه يجون على البيضه وياكلوها بدون ما يعني بدون لم لا سلق ولا تقلا ولا شيء، هيك يشربوها مباشره. اوكي، دول اللي ياخذون اكسسيف اماونت البيض اوكي، هذول ممكن يصير عندهم ديفشنسي اوف بي 7. فيقول لك انه الافيدين ان ايك هاي ماده موجوده بالايك ممكن راح يسوي شنو هو؟ يسوي بايندنج للبايوتين ويسوي لك بايوتين ديفشنسي. هاي النقطه هي اللي تسالون عليها عاده بالديفشنسي مثلا، هو باعتبار فدائما يخلوكم تخلوا بالكم هاي كلمه ايفريثين وقضيه البايوتسي لا تنسوها وخلوها ببالكم. نجي على الفيتامين بي 9 اللي هو الفوليك اسيد، واعتقد الفوليك مر علينا هوايه وحكينا عنه هوايه سواء بالبايوكيمستري او بالتحديد بالهيماتولوجي بموضوع الميجالوبلاستيك انيميا. فبالتالي هنا نحكي على الفيتامين بي 9 الفوليك. الفوليت طبعا نحتاجه يتحول الاول شيء الى تترا هيدروفوليت. اوكي، وهذا التترا هيدروفوليت طبعا عن طريق الداي هيدروفوليت ريدكتيز. التترا هيدروفوليت بعدين مثل ما عرفنا راح يتحول الى انواع مثيلين، مثيلين اي نوع طبعا، حتى يساعدني بمالتيبل رياكشن سواء كربون ترانسفير او مثل جروب ترانسفير. important for synthesis of nitrogenous base بال DNA وال RNA، هذا الشيء احنا نعرفه، عرفنا علاقته بال DNA وال RNA من ايام البايريدمدين والبيورين synthesis، تقدرون تراجعوه وتتذكرون هذا الشيء. عادة ال B9 اللي هو الفوليك اسيد نشوفه عادة بالخضروات بالجرين ليفي فيجيتابلز، اضافة الى هذا ممكن يصير له production by gut flora بالجي اي تراكت. الابزوربشن مال الفوليك اسيد هو عاده يصير بكل سمول انتستين، لكن اكثر شيء بالجوجره. وتتذكرون قلنا بوقتها الايرون بالدودنم، البي 12 بالاليوم،
الفوليك اسيد عاده صراحه يصير هو بكل سمول انتستين، بس هو اوكي بالتحديد بالججنام اكثر شيء اتس اوكي، بس هو كل سمول انتستين ممكن يصير بها ابزوربشن للفوليتس. الفوليت طبعا اضافه لهذا يكون هو الستورج مالته كلش قليل بالليفر، تقريبا يكفي 3 تو 4 مانس لهذا الديفشنسي مالته. كمان ايش راح يجي البيشنت؟ الفوليت ديفشنسي يجيك البيشنت عنده ماكروسيتيك ميجالوبلاستيك انيميا with hyper segmented neutrophil، هذا الشيء حكينا بالهيماتولوجي. ممكن يجيني عنده جلوسايتس، لكن اهم شيء ما عنده نيورولوجيكال مانيفستيشن، نو نيورولوجيكال مانيفستيشن. باللاب فايندنج راح القى زياده الهوموسيستين، لكن اهم نقطه يكون عندي نورمال ميثيل مالونيك اسيد، هذا الشيء حكينا عنه وتكلمنا عنه مقارنه بالبي 12. إضافة إلى هذا الفوليت ديفشنسي يعتبر موست كمان فورم انزيم، أو سوري نقدر نقول هي الموست كمان تايب أوف أنيميا بالكهوليك بيشنت. من يجيب لك بيشنت عنده أنيميا وكهوليك ويتوقع يا تايب أوف ديفشنسي مباشرة بدون ما تفكر، تفكر إنه عنده فوليت ديفشنسي، فيصير عنده كمان بالكرونيك الكول أوفر يوز وأيضا بالبرجنسي. لهذا البرجنسي دائما ينطوهم فوليت لان يصير له ديفشنسي نتيجه للكريز ديماند، وبنفس الوقت حتى يقللون الديفكتس النيورال تيوب ديفكتس اوكي. فبالتالي الديفشنسي ممكن يصير نتيجه لمالتيبل ميديكيشن، فينيتويد، سلفانامايد، ميثوتريكسيت. اضافه لهذا دائما ينصحون ان تنطي فوليت قبل الكونسبشن، قبل البريجنسي واثناء البريجنسي حتى تقلل الريسك اوف نيورال تيوب ديفكتس. فبالتالي اعتقد هاي كل المعلومات احنا مر علينا ونعرفها، شلون افرق عن البي 12 سواء كمانيفستيشن او كلاب فايندنج، هاي اعتقد كلها نعرفها وماكو شيء جديد. فبالتالي عندكم سؤال هنا لو واحد الضاق. طبعا اغلب المعلومات اللي تشوفوها انتم مره عليكم هي هاي النقطه، لهذا احنا خلينا الفيتامينز بالاخير، لان بالنهايه اذا تجي بالبدايه تشرحها وانت بالمقابل بعد مثلا ابسط شيء هسه لو نحكي على الفيتامين بي 7 البايوتين، اذا اجي نشرحها قبل ما نحكي الميتابوليزم شنو الكاربوكسيليشن انزيم، تعال تحفظ هاي الاسماء وانت اصلا ما تعرف شنو الفانكشن مالتها. بالمقابل هسه انتم انا متاكد اغلبكم يعرفوها بدون ما يراجعون. فبالتالي هنا النقطه. طيب خلينا نحكي عن البي 12، خلينا نحكي عن الكوبالامين. الكوبالامين اللي هو نفس الفيتامين بي 12 اللي يحتاج عاده بمالتيبل فاكتورز، واحده منها اذا تتذكرون من حكينا عن الهوموسيستين يوريا، قلنا ترى احنا حتى نحول الهوموسيستين الى ميثيونين كنا نحتاج شنو هو وجود التترا هيدروفوليت، وكذلك وجود شنو هو وجود البي 12، فهو يشتغل ككوفاكتور فور ميثيونين سينثيز، هذا الانزيم اللي يحول الهوموسيستين للميثيونين ينطيني ميثيل جروب طبعا بالتعاون ويا التترا هيدروفوليت. اضافه لهذا طبعا احتاج بانزيم كلش مهم اللي هو المثل مالنيل كو اي ميوتيز، والصور هذا تذكروه كل الزين. لهذا قلنا من يصير عندي ديفشنسي بالبي 12 راح يصير عندي اكيوميشن للمثل مالنيل، فبالتالي جين بيشنت بندز لا فايندنج اشوف عنده مثل مالنيل زياده اللي هو كان يسوي لي دامج للنيورال سيل. اوكي يجين البيشنت كفيتشر، وطبعا اضافه لهذا هو ايضا امبورتنت للدي ان اي سينثيسيس مثل الفوليك اسيد. يجين بيشنت عنده ماكروسيتيك ميجالوس بلاستيك انيميا هايبر سيجمنتري نيوتروفيل، لكن اهم شيء خلي ببالي عندهم نيورولوجيكال مانيفستيشن، عنده باراستيزيا وعنده اضافه لهذا فيتشر، هذا راح نرجع نحكيها بالسي ان اس، سب اكيوت كومباين ديجنريشن، يصير عندهم ديجنريشن اوف دورزال كولوم اوكي اللي هو مسؤول عن شو اسمه الفايبريشن التوبان ديسكريمينيشن وهاي التفاصيل. واضافه لهذا عنده ديفكت باللاترال كورتيكو سباينال تراكت وديفكت بالسباينو سيربيلار تراكت، هاي طبعا كلها راح نحكيها التراكتس نحكيها بتفاصيل ان شاء الله بالنيورولوجي. ونذكركم وقتها ايضا عندنا مالتيبل فاكتورز، يعني واحده منها شو اسمه الديفشنسي اوف كوبالامين ممكن يجي البيشنت بهاي الفيتشرز اللي هي عباره عن انيميا ميدال بلاستيك انيميا، وايضا يجي البيشنت فيتشرز اوف سبكتوس كومباين ديجنريشن اوف سباينال كورد اللي يجيني عباره عن بيشنت عنده سي ان اس مانيفستيشن. اضافه لهذا طبعا نشوف عندنا باللاب فايندنج راح اشوف زياده بالهوموسيستين وزياده بالمثل مالونيك اسيد، هاي نقطه كلش مهمه اخليها ببالي حتى افرقها عن الفوليت ديفشنسي. طبعا من يصير عندي برولونج ديفشنسي ممكن يصير عندي ايرفيرسبل نيرف دامج.
كلنا نعرف السورس مالته يكون انيمال برودكت، وهذا الشيء اعتقد كلنا نعرفه. اضافه الى هذا الستورج مالته يكون لونج تيرم، يعني عاده بيطول ييرز، فبالتالي قليل الديفشنسي مالته. لكن اكو حالات اشوف فيها الديفشنسي ممكن نتيجه المال ابزوربشن سندروم عند البيشنت، شو اسمه انترايتس عند سبو او تروبيكال سبو، او عنده كلش مهم اللي هي تذكرون دايفول فيليبوثريوم لاتا، لأنه دائما يجي البيشنت بي 12 اللي اخذوا مايكرو يتذكرون هذا الشيء. اضافه اذا البيشنت عنده كلوروهايدريا ديفكت بالغاستريك اسيد ممكن يجين عنده بيشنت بي 12 ديفشنسي. بكتيريال اوفر جروث او الكحول اوفر يوز ايضا ممكن يصير عندي. اوكي، رغم ان الكحول اوفر يوز مور كمان اشوف بي 48 ديفشنسي كيسز. اضاف الى هذا طبعا اذا هاي كلها تدخل ضمن المال ابزوربشن، هاي اول حاله. الحالة الثانية ممكن نتيجة deficiency of intrinsic factor اللي هي pernicious anemia، أوكي، أو نتيجة gastric bypass surgery، فبالتالي بعد ما عندي intrinsic factor، أو نتيجة defect بالterminal ileum مثلا short bowel syndrome، أو patient تسوي له surgical resection أيضا، أكو medication واحدة منها الميتفورمين ممكن يسوي لي B12 رغم قليل هذا الشيء، لكن الميتفورمين اللي هو الجلوكوفيج ممكن يسوي لي B12، أو إذا عندك patient هو بس ياخذ دول يا جماعة الفيجيتيريان، دائما يقول لك فيجيتيريان فيجيتيريان، دول اللي ياخذون بس شو اسمه ما ياخذون لحوم حيوانات ولا شيء، ممكن يصير عندهم ان ديفشنسي للبي 12. اوكي، فخلي ببال هاي النقاط. اذا عندي مال ابزوربشن، عندي الريتريكسيك فاكتور بروبلم، عندي اضعاف لهذا اذا مسوي سيرجيكال شو اسمه ريسكشن ديفكت بالاليا، واضافه لهذا كوميونيكيشن. مثل ما قلنا انت مرات اذا البيشنت اجاك الميغال بلاستيك يعني بدون ما تدور الكوز تنطي فوليت، ممكن يسوي لك امبروفمنت للهيماتولوجيكال مانيفستيشن، لكن للنيورولوجيكال مانيفستيشن ما يصير لها امبروفمنت الا تنطي بي 12. هاي النقطه نخليها ببالنا كلش مهمه. واعتقد هذا الموضوع انه احنا ايضا تفاصيل الديفشنسي مالته والكوز سبق ان حكيناها بالهيماتولوجي، بس اتس اوكي انها نتذكر المعلومات. ولاحظوا هنا طبعا هذا اللي حكينا عنه قبل، انه انا عندي التترا هيدروفوليت، اوكي، والميثل تترا هيدروفوليت، احتاج البي 12 والميثل تترا هيدروفوليت حتى احول هوموستين الى ميثيونين، ونفس الشيء طبعا احتاج البي 12 حتى احول الميثيل مالنيل كو اي بالاو تشين فاتي اسيد ميتابوليزم الى سكسينال كو اي، وهذا الشيء حكينا عنه. السكسينال كو اي ممكن يتخلق بالهيم سينثيسيس أو يدخل لك بالكريبس سايكل، هذا الشيء أيضا تكلمنا عنه. طيب عندنا سؤال اللي حتى بخصوص الفيتامين بي كومبلكس، أكو شيء أكو استفسار؟ لو أوكي. طيب خلينا نحكي عن الفيتامين سي. الفيتامين سي اللي هو نفسه أسكوربيك أسيد، سبق مر علينا بمالتيبل رياكشن إذا تتذكرون. مر علينا مثلا بالهايدروكسيليشن اوف برولين واللايسين بالكولاجين سينثيسيس، مر علينا ايضا من بدنا نحكي على الفينيلالانين قلنا نحتاجه بانزيم معين اللي هو الدوبامين هايدروكسيليز اللي يحول الدوبامين الى نور ابنفرين، صح لو لا؟ بالتالي هو الفيتامين سي يحتاجه بمالتيبل رياكشن، واي واحد يساله عندي ديفشنسي فيتامين سي راح شو يقول لك؟ عندهم سكارف اللي يجيب عندهم بليدنج جام، يصير عندهم اضافه لهذا ايزلي بروزنج، عندهم هاي التفاصيل هسه راح ناخذها، عندهم ابنورمال ووند هيلينج. فبالتالي الفيتامين سي كلش مشهور الديفشنسي مالته اللي هو اسمه اسكوربيك اسيد، يشتغل كانتي اوكسيدنت ممكن، لكن اهم شيء ايضا هو يساعد بالايرون ابسوربشن عن طريق يحول لي شو اسمه يخلي لي الايرون بال شو اسمه بالاف اي 2 ستيت، اوكي، بدل ما يكون ب Fe3 plus state. عاده هو مسر ايضا for hydroxylation reaction of collagen بالتحديد للبرولين واللايسين، وايضا نحتاجه بالدوبامين هيدروكسيليز. اوكي، الفيتامين سي كلنا اي واحد تسال الفيتامين سي وين موجود يقول لك موجود بالحمضيات هاي الشغلات، فهو موجود بالفروتس وموجود بالفيجيتابلز. اوكي، واضافه لهذا احيانا يستخدموه بالميت هيموغلوبينيم، يعني رغم انه مو دائما لكن احيانا يستخدموه حتى يحول الاف اي 3 الى اف اي 2. اوكي، الديفشنسي مالته يكون هو يجي البيشنت عند سكيربي اللي هو يجيب سوالن جام، عندهم ايز ديبوزن، عندهم باتيكا هيمو ارثروز، ممكن يصير عندي بليدنج انتو ذا جوينت سبيس،
ممكن يجوك عندهم انيميا بورونج هيلينج، لان انيميا نتيجه الدفع بالفيتامين بالايرون اوكي نحتاجه. بورونج هيلينج ليش؟ لان هو ياثر على الكولاجين فانكشن، اضافه لهذا ممكن توصل مرحله يصير عندهم سب بيري اوستيال وبارا بيري فوليكولار هيموريج، يعني هيموريج اراوند الهير فوليكل. واكو شيء كلش مهم نخليه، اكو شيء يسموه كوركس كرو هير اللي هسه راح نشوفه، والسي ديفشنسي حتى ياثر على الاميونتي. المهم لاحظوا هذا الشيء، هذا السوالن او البليدنج جام، لاحظوا هذا الشيء اللي تشوفوه المانيفستيشن مالته، وهذا الهير مالكم يصير بهذا الشكل. لاحظوا هاي الصوره، اتصور اكو سؤال عالي اوكي. فلاحظوا يساعدهم بريفيركولار هيموريج، والاضافه لهذا يساعدهم الهير مالتهم اب نورمال، يسموه كوكس كرو هير. فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. بالمقابل الفيتامين سي توكسيستي او اكسس فيتامين سي، واحده اشهر كومبليكيشن لازم تخليها ببالك انه يجي يصير عندهم ممكن رينال ستون، يجيك اوكي نوزي وومتنج دياري فاتيك، لكن اهم شيء كالسيوم اوكزاليت نفروليثياسيس. هذا ترى على فكره موجود، دائما اللي ياخذون هوايه فيتامين سي ينصحوهم دائما يقولون ترى ممكن يساعدهم شو اسمه رينال ستون. اضافه لهذا ممكن يزيد لك الايرون توكسيستي، لان هو يبقي يزيد الابسوربشن ويزيد، اضافه لهذا يخليه ب اف اي 2 بلس ستيت اوكي. فبالتالي ممكن يسوي لي وورسننج للهيموكروماتوسيس او حالات الايرون اوفرلود. فبالتالي خلي ببالي هذه القصه ان الكومبليكيشن ماركر ريليتد للرينال ستون وريليتد للايرون اوفرلود. فبالتالي خلي ببالي هاي النقاط وما انسى. طيب خلينا نحكي عن الفيتامين دي، والفيتامين دي سبق انه مر علينا وحكينا تفاصيله بالاندوكراين سيستم اذا تتذكرون، حكينا انه شلون الفيتامين دي اساسا شلون ينصنع عندي انا من السن، تاثيرها على السكن، والفيتامين دي وراها قضيه الليفر والكدني وال 25 هيدرو كوليكالسيفرول و 125 هيدرو كوليكالسيفرول وهاي التفاصيل. فبالتالي انا عندي الفيتامين دي، عندي اكو شيء نسميه دي 3 اللي هو الكوليكالسيفيرول، اللي هو يجيني هذا من السن اوكي نتيجه الاكسبوجر اوف سكين تو سن اوكي. ممكن يجي ايضا من انواع من الفيش الميلك بلانت، صح هاي موجوده. اكو نوع ثاني اللي هو دي 2 اللي هو ايرجو كالسيفيرول، هذا يجيني عاده البلانت سورس اوكي، هذا السورس مالته اوكي. بالمقابل احنا اشهر شيء طبعا هو الدي 3 دائما هو اشهر شيء. مثل ما اتفقنا انا عندي بي نوعين، اكو ستورج فورم اللي هو 25 هيدرو كوليكالسيفيرول 25 هيدروكسي فيتامين دي 3، هذا عكس الستورج فورم. بالمقابل الاكتيف فورم راح يتحول بالكدني الى 125 داي هيدرو كوليكالسيفيرول اوكي، اللي هو الاكتيف فورم اللي يتحول بالكدني، وهذا الشيء حكينا عنه بتاثير الباراثايرويد هرمون. الفانكشن اوف فيتامين دي هو ببساطه راح يزيد لك الانتسان والابزوربشن اوف كالسيوم اند فوسفيت، اضافه الى هذا يزيد لك البون مينراليزيشن. لكن خلوها ببالكم من يزيد عندي عند الاكسس فيتامين دي ممكن يزيد لي البون ريزوربشن، هذا الشيء حكيناه بعلاقته بالباراثايرويد هرمون. الريجوليشن مالته كلنا نعرف انه اذا عندي زياده بالباراثايرويد هرمون راح تروح تحفز لي الكدني وتحول تزيد لي الاكتيفيتي اوف الفا هيدروكسيليز، فيزيد عندي الفيتامين دي برودكشن. نفس الشيء اذا عندي لو كالسيوم او لو فوسفيت ايضا راح يزيد عندي الفانكشن اوف باراثايرويد هرمون، اللي هي بالنهايه ايضا تشتغل لي على الكدني وتزيد لي البرودكشن اوف فيتامين دي. نفس الشيء اخلي ببالي انه ترى زيادة الفيتامين دي إلى نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، راح يسوي انهبيشن اوف اتس اون برودكشن، من عندي زيادة الفيتامين دي راح يسوي انهبيشن اوف اتس اون برودكشن. وأخلي ببالي طبعًا إنه زيادة الباراثايرويد راح يزيد الكالسيوم ري ابزوربشن من الكدني، بالمقابل يقلل الفوسفيت ري ابزوربشن ويزيد الاكسكريشن من الكدني، وهذا الشيء أعتقد كله مر علينا وسبق إنه حكيناه بالتفصيل من مرينا على الاندوكراين سيستم وحكينا على الباراثايرويد هرمون. فبالتالي اطباء هنا الفيتامين دي. نجي على الديفشنسي، وهذا دائما اشهر شيء، اي واحد تسال عن الديفشنسي يقول لك بالاطفال راح يصير عندهم ريكتس، بالادلت راح يصير عندهم اوستيوماليشيا، وهذا ايضا مر علينا بالماسكروسكلتر.
عادة يسوي لي ريكتس بالتشلدرن اللي هي شو بي مالتيبل ديفورمتي، واعتقد مرت علينا عندي اكو هاند ديفورمتي، عندي تشيز ديفورمتي، عندي سكال ديفورمتي، عندي مالتيبل مانيفستيشن بالريكتس اوكي، مر علينا بالماسكلو سكيلتال. واحده من هاي اللي هي الباو ليج، تشوفون هاي الليج شلون قاعده اوكي، اللي هي جينو فارا. اضافه لهذا ممكن يجيني عنده اوستيوماليشيا بالادلتس اوكي، ممكن يجيني بهايبوكالسيميا. الكوز مالته مالتيبل كوزز، ممكن نتيجه مال ابزوربشن، نتيجه ديكريز سكان السن اكسبوجر، نتيجه البور دايت، نتيجه كرونيك كيدني ديزيز، ليفر ديزيز، لان احنا نعرف الليفر نحتاجه بالفيرست هايدروكسيليز سوري بال 25 هايدروكسيليز، والكيدني احتاجها باللاست هايدروكسيليز اللي هي الفا هايدروكسيليز. فبالتالي اي ليفر او كيدني ديسفانكشن ممكن ياثر لي على الفيتامين دي. ممكن انت تنطي، خلي ببالك نقطة، اكو تو فيتامينز دائما تكون ديفيشنت بالبريست فيد انفانتس، ينصحون تنطيهم اللي هي الفيتامين دي اوكي، وطبعا افتر بيث ايضا تنطي فيتامين كي، هذا دائما هسه راح نحكي عنها بعد شوية. لكن الفيتامين دي عادة يكون قليل بال شو اسمه بالبريست مالك، فبالتالي ممكن نعوضه ننطي فيتامين دي. واضافة لهذا الفيتامين كي احنا نخاف من عندهم الهيموراجيك ديزيز اوف نيو بورن، فبالتالي دائما تنطيهم يا افتر بيث، تنطيهم انتراماسكولار فيتامين كي اوكي. فبالتالي مثل ما قلنا الكوزز مالته مالتيبل كوز، مال ابسوربشن، ديكريس سان اكسبوجر، كدني اور ليفر ديسفانكشن. الاكسس الفيتامين دي توكسيستي راح يسوي لي ايضا نقطه مهمه خليها ببالي، يسوي لي هايبر كالسيمي اوكي. ليش؟ لان زياده التوكسيستي اوف فيتامين دي راح يزيد لي ريزوربشن اوف ذا بون، هذا الريزوربشن اوف ذا بون راح يزيد لك الكالسيوم، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. الاكسس راح يصير عندي هايبر كالسيميا، هايبر كالسيوريا، ممكن لوس اوف ابيتايت، ممكن ستيوبر، ليفل اوف كونشس يتاثر. اهم شيء اخلي ببالي اشوف واحده من المانيفستيشن اللي هي اوكي ممكن اكسترنال انتيك هاي صح، لكن واحده منها الجرانيوليوميتاز ديزيز. ليش؟ نتيجه زياده الاكتيفيتي اوف ماكروفيج، هذا الشيء حكينا عن زياده الهايدروكسليز اكتيفيتي بالماكروفيج، ممكن يجي البيشت عنده فيتامين دي اكسس اوكي. عندنا سؤال هنا لحد الان عن الفيتامين دي يا اطباء؟ طيب خلينا نحكي عن الفيتامين كي وراح نرجع على الفيتامين اوكي. الفيتامين كي اللي هو له مالتيبل نيمز يعني، او الى مالتيبل سب جروبس، اللي هي مثلا عندي فايتو مينادايون، عندي فايلو كوينون، عندي فايتون دايون، وعندي اضافه لهذا مينا كوينون، عندي مالتيبل تايبس كلها ممكن استخدمها. المهم الفيتامين كي اذا تتذكرون بالهيماتولوجي قلنا انه احنا عاده يصير اكتيفيشن باي ايبوكسايد ريدكتيز، حكينا على الوارفرين اوكي، يحول لي اياه من الى ريديوست فورم، وهذا الريديوست فورم احتاجه كوكو فاكتور فور جاما كاربوكسيليشن اوف مالتيبل فاكتورز اوكي. فبالتالي اذا الفيتامين كي عاده يصير اكتيفيشن باي ايبوكسايد ريدكتيز تو ريديوست فورم، وهذا الريديوست فورم هو اللي يشتغل لي كوكو فاكتور فور جاما كاربوكسيليشن اوف جلوتاميك اسيد، وينتهي بالنهايه مالتيبل كلوتينج فاكتورز اللي هي قلنا 2 7 9 و10 اوكي. اضافه الى هذا احتاج البروتين اس وبروتين سي، هاي كلها نحتاجها اوكي. فبالتالي هو امبورتنت فور كوجليشن، نيسيسري فور ماتشوريشن اوف كلوتينج فاكتور 2 7 9 10، اضافه للبروتين سي وبروتين اس. وطبعا الوارفرين كل اثنين نعرف انه نسوي لنا انهبيشن لهذه الفاكتورز، هذا مر علينا وحكيناه بالتفصيل. طيب الديفشنسي راح يجيك بيشنت عند الهيموريج، اشهر شيء بالاطفال اللي يجوك هيموراجيك ديزيز اوف نيو بورن، فبالتالي هو ممكن يجي نيونيتال هيموريج وذ انكريز بالبي تي والبي تي تي. ليش؟ لان البي تي ينطيني فكره على الفاكتور 7 والبي تي تي ينطيني فكره عن البقيه، فاثنيناتهم ممكن راح تزيد اوكي. فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. اضافه لهذا البليدنج تايم تكون نورمال، ليش؟ لان البليتلت نوت افكتد، وهذا الشيء نعرفه. ممكن اضافه لهذا الفيتامين كي عاده ممكن القط فلورا تساعدني تنطيني فيتامين كي، لكن بحالات انه بيشت اخذ برولونج برود سبيكترم انتي بايوتيك ممكن يساعدهم فيتامين كي ديفشنسي.
هو بسرعه ما ليش يصير عندنا فيتامين كي بالاطفال؟ نتيجه اولا الجت فلورا مالتهم ستيل اماتشور، فبالتالي بالنهايه ما تسوي برودكشن فيتامين كي. اضافه لهذا البريست ميلك يكون ما بي قليل فيتامين كي او ما بي، فبالتالي ايضا يصير عندهم دائما سستول فيتامين كي ديفشنسي. فبالتالي تشوفون احنا هسه روتين اي طفل يجي ينطوا فيتامين كي انترا ماسكولار. عاده مثل ما قلنا هو نوت بريزنت ان بريست ميلك، لهذا مثل ما قلنا البريست فيد انفانت لا تنسى تحاول تعوض فيتامين دي وفيتامين كي، اوكي؟ هاي النقطه كلش مهمه نخليها ببالنا. والنيونين ينطوهم فيتامين كي حتى نمنع الهيموراجيك ديزيز اوف النيو بورن مثل ما تكلمنا. طيب او خلينا نحكي عن الفيتامين اي قبل ما نحكي عن الزنك. الفيتامين اي اللي هو شنو؟ اللي احيانا نسميه توكو فيرول واحيانا نسميه توكو تراينول، ما عاد مالتيبل تايبس. المهم الفيتامين اي اشهر مثال له هو انتي اوكسيدنت، وهذا الشيء حكينا تذكرون حكينا بالاثيروسكلروسس على الفيتامين اي. يشتغل كانتي اوكسيدنت فيسوي لي بروتكشن للار بي سي للممبرين فروم فري راديكال دامج، هاي النقطه كلش مهمه. الفيتامين اي ممكن يسوي لي على فكره مالتيبل مانيفستيشن تشبه يعني البي 12 ديفشنسي، لكن الحلو الشيء اللطيف ما راح اشوف فيه كم شغله اقدر اميزه، يعني عاده البروفان نيوروباثي ما راح اشوفه، فبالتالي اقدر اميزه عن الفيتامين بي 12. ممكن يسوي لي هيموليتيك انيميا، ممكن اشوف بالار بي سي اكانثوسايتوسيس، وترجعون على الهيماتولوجي بالصور اللي خليناها راح تشوفونها بصوره مال اكانثوسايتوسيس واحده من الديفرنشال دايجنوستيز الفيتامين اي ديفشنسي. ممكن يسوي لي ماسل ويكنس، ممكن يسوي لي ديمايلينيشن اوف بوستيرال كولوم، فيقلل لي البروبريوسبشن والفايبريشن، وممكن ايضا تو بوينت ديسكريميشن، اوكي؟ لكن اهم شيء اخلي ببالي ما راح يجي البيشت عنده سيفير بروفان نيوروباثي، ممكن ايضا ياثر على السباينو سيربولار تراكت. نيورولوجيكال برزنتيشن مثل ما قلنا سيميلر للبي 12، بس اهم شيء شنو هو؟ عاده البروفان نيوروباثي تكون مور مايلد، ما عندهم هاي السيفير بروفان نيوروباثي، اوكي؟ واضافه لهذا الانيميا ما راح اشوفها، ما راح اشوف عندهم ميغالو بلاستيك انيميا، هاي كلش مهمه. لا راح اشوف ميغالو بلاستيك انيميا، لا راح اشوف هايبر سيجمنتد نيوتروفيا. اذا اشوف عندهم هاي الانيميا راح اشوفها نتيجه الهيموليتيك انيميا نوت ميغالو بلاستيك انيميا، اوكي؟ وايضا البروفان نيوروباثي ممكن يساعدهم، لكن هو ما غالبا ما يصير عندهم، غالبا المشكله مالتهم هي عباره عن اكثر شيء سنسيشن، يعني بقيه تفاصيل البروفان نيوروباثي ما راح تكون افكتد، اوكي؟ فبالتالي خلي ببالي هذا الشيء، ممكن يساعدهم تشينج بالبروبريوسبشن الفايبريشن، لكن عاده تكون هي مايلد وليس سيفير ذان بيشنت وذ بي 12 ديفشنسي. اميزها مثل ما قلنا ما افكر انه شو اسمه ما راح اشوف عندهم ميغال بلاستيك انيميا ولا هايبر سيجمنت نيوتروفيل، واضافه لهذا المثل مولينك اسيد يكون نورمال نوت اليفيتد، فبالتالي بهالحاله اميزها عن البي 12. زياده ممكن يسوي ريسك اوف انتيروكولايتس بالانفانت، مثل ما قلنا طبعا الفيتامين اي ممكن ياثر على الفيتامين كي ميتابوليزم، خلوا ببالكم هذا الشيء. اذا تنطي هاي دوز اوف فيتامين اي لقوا ممكن يسوي لك توكسيستي بالفيتامين كي، انهانس انتي سوري توكسيستي للوارفرين، اوكي؟ فيزيد لك الانتي كوغليشن اكتيفيتي اوف وارفرين، خلوا ببالكم هاي النقطه. يعني احنا الوارفرين تتذكرون مر علينا قبل وقلنا هو يتاثر بمالتيبل فاكتورز، واحده من الشغلات اللي يضيفوها لها انه الفيتامين اي اذا انطي هاي دوز اوف فيتامين اي تاثر على الفيتامين كي ميتابوليزم واكتيفيتي، فممكن يصير عندي وارفرين توكسيستي. فخلي ببالي اذا الفيتامين اي اهم شيء اميزه عن البي 12، مو كل شيء اعتمد على النيورولوجيكال، اعتمد على الهيماتولوجيكال بالتحديد الميغال بلاستيك يعني مواد خفا قلت نيورولوجيكال بالبدايه، اوكي؟ اعتمد على الهيماتولوجيكال مانيفستيشن. نيجي على اخر شيء عندنا كفيتامينز اللي هو يعني يدخل بالمينرال صراحه مو مهم، اللي هو الزنك. الزنك طبعا كلش مهم. الزنك تتذكرون من حكينا عن الووند هيلينج، كنا نحتاج الزنك بمالتيبل رياكشن، اوكي؟ فبالتالي هو عباره عن مينرالز اسينشال فور اكتيفيتي اوف مور ذان 100 انزيمز، اوكي؟ واضافه لها تتذكرون بالبايوكيمستري حكينا عن شيء نسميه زنك فينجرز، تتذكرون هذا الشيء؟ اللي هو كان important as a transcription factor. طبعا deficiency of zinc راح يجيني البيشنت عنده مشاكل بالwound healing.
عنده مشكله بالاميونيتي، حتى ممكن ياثر على الفيرتايل فانكشن، من الهايبوغوناديزم يصير عندهم. اوكي، اضافه لهذا كلش مهمه، ياثر على السميل، ياثر على شو اسمه، على التيست فانكشن. اوكي، يساعدهم ديسجاسيا، انوسميا، ممكن اكو نقطه كلش مهمه، يصير عندهم ممكن اكرو درماتاتس انتيروباثيك، اللي هو عندهم مشاكل عاده سكن مانفستيشن، اضافه لهذا جي اي مانفستيشن. فالاهم نقطه، اهم سؤال تجيكم عاده، هاي الصوره تشوفون هاي المانفستيشن، يصير عندهم مالتيبل مانفستيشن بالسكن، اضافه لهذا عندهم مانفستيشن بالابسوربشن بالانتستين، فيصير عندهم هذا التفاصيل نتيجه الديليد وند هيلينج، سكن مانفستيشن، abnormal sensation، عندهم suppressed immunity، بالتحديد abnormal taste sensation و smell sensation. فبالتالي خلي ببالي هاي النقطة. الإضافة لهذا، ممكن البيشنت يكون risk of alcoholic cirrhosis. طبعا هاي الباث فيزيولوجي صراحة ما أدري ليش يسوي هذا الشيء، لكن ممكن يسوي predisposition للكول cirrhosis. فبالتالي إذا أخلي ببالي هاي النقطة، الزنك كلش مهم. على فكرة حتى شايفين إحنا هواي بيشنت اللي عندهم ووند، مرات تنطيهم زنك سبلمنتيشن يفيدهم، وهواي كتب يكتبون هذا الشيء. فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه، هاي تفاصيل الزنك. نيجي نحكي على ملخص للووتر سولوبل فيتامينز، اللي هي مثلا البي 1، الثايمين، البرايمري فانكشن احتاجه بشنو؟ بالديهايدروجينيز فانكشن، ديكاربوكسيليشن اوف الفا كيتو اسيد بالكربوهيدرات ميتابوليزم. اوكي، الديفشنسي مالته ممكن يصير عندي باريباري سندروم، ممكن يصير عندي فيرنس فورستوف سندروم. الرايبوفلافين احتاجه بالسكسينيت ديهايدروجينيز، احتاجه كرافاد. الديفشنسي مالته حكينا عنه، ممكن يجيني بالليجن بالليب بالانجل اوف ذا ماوث، وهذا الشيء تكلمنا عنه. النياسين مثل ما قلنا في شو اسمه، هو كان اي دي يشتغل بمالتيبل رياكشن ويفيدني كانتي هايبرليبيديميا، الديفشنسي مالته يجيني باللاكرا. البي 6 البيرودوكسين مثل ما شفنا نحتاجه بالترانس امينيشن رياكشن، ونحتاجه بمالتيبل امينو اسيد سينثيسيس. اوكي، الديفشنسي مالته حكينا عنه، ممكن يجي البيشنت عنده كايلوسيس، تاتس جلوسايتس، وحتى ممكن يصير عنده نيورولوجيكال بريفرال نيوروباث. البي 9 الفوليك اسيد احتاجه بمالتيبل رياكشن، سواء لليورين والباراميدين سينثيسيس، وبالتحديد الثامين سينثيسيس، احتاجه اضافه لها طبعا كهيدروكسي مثل ككارير للمثل جروب. اوكي، الديفشنسي مالته ينطيني ميجال بلاستيك انيميا، وممكن يورال تيوب ديفكتس بالاطفال، هذا دائما ننطيه بالبرجنسي. البي 12 الكوبالامين مثل ما عرفنا هو ايضا مثل ترانسفيريز اكتيفيتي له، وايضا يدخل لي بالدي ان اي سينثيسيس، والديفشنسي مالته يجيني بنيورولوجيكال ميجال بلاستيك مانيفستيشن. وباخيرا الفيتامين سي، عرفنا انه ممكن يجي الديفشنسي مالتي بسكير، وهذا الشيء كله مر علينا وحكينا عنه بالتفصيل. نيجي على اخر موضوع عندنا بالبايوكيمستري، اللي هو البروتين انرجي مال نيوتريشن، اللي هو عباره عن تو ديزيزز كلش مشهوره خصوصا بالاطفال، اللي هي عندي واحد ديزيز نتيجه للبروتين مال نيوتريشن. فاتوقع البروتين مال نيوتريشن من يصير عندي ديفشنسي ايش راح يجي البيشنت؟ راح يقل عندي الاونكوتيك بريشر، فيقل عندي الالبومين، فيجي البيشنت عنده شنو؟ عنده اوديما. فهذا البروتين مال نيوتريشن اللي هو الكوش كور. اوكي، بالمقابل اكو ديزيز اسميه ماراسمس، اللي هذا يساعدهم انيرجي مال نيوتريشن، ما راح اشوف عندهم هذه الاوديما، انما راح اشوف مصل ويستيد. فبالتالي الكوش كور اللي هو عباره عن بروتين مال نيوتريشن، راح يجي البيشنت باوديما نتيجه ديكريز بلازما اونكوتيك بريشر نتيجه لقله الالبومين. ممكن يضاف لهذا يجي البيشنت بليفر مال فانكشن نتيجه الفاتي تشينج. ليش؟ لان ببساطه يقل عندك الابو لايبوبروتين سينثيسيس، فيقل عندك الترانسبورت اوف ليبيد، فيصير له اكيوميشن بالليفر، فيصير عندي فاتي تشينج. اضافه لهذا، اهم فيتشر الى هاي الصوره، يجيك طفل عنده مبين ممكن ويستنج، رغم ان الويستنج هو مور بريدومينانس بالمارسس، لكن تحس انه هو البيشنت كلش يعني عباره عن بيشنت شو اسمه كلش عنده ضعيف، هو عنده اضافه الى هذا تحس اللمب مالته كلش ويك. اوكي، لكن اهم شيء تشوف عنده هذا الابدومينال سوالينج، مثلا ممكن بيري اوربيتال سوالينج نتيجه شنو؟ النتيجه الاوديما. فبالتالي خليها ببالي، يجي البيشنت عنده مال نيوتريشن، اوديما، ممكن انيميا، ليفر فات تشينج، ممكن يصير عندهم سكن مانفستيشن. اهم شيء اخلي الصوره مالته اللي هي واحد ضعيف عنده اوديما،
هو هذا الكاوتشير كار. بالمقابل المارسماس هو ليس بروتين مال نيوتريشن، انما انرجي مال نيوتريشن. مال نيوتريشن نوت كوزنج اوديما، ليش؟ لان الدايت هو ديفيشنت بالكالوريز، مو ديفيشنت بال شو اسمه البروتين، اوكي؟ فبالتالي هم فيتشر شوف عندهم شنو، عندهم مصل ويستنج، هاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي. طيب عندنا سؤال استفسار لحد الان اطباء بخصوص البايو كيمستري. تمام، اكو شيء احنا قلنا نراجعه بالاخير اللي هي الاول كان صفحه على الميتابوليزم، فبالتالي هسه راح نمر عليها بسرعه، طبعا عندنا نمر عليها بالسريع حتى نكون كملنا البايو كيمستري نهائيا. اول شيء عند الميتابوليزم سايت، واللي احنا حكيناها قبل لكن قلنا مره ثانيه راح نراجعها ان شاء الله من نخلص الماده كلها. الميتابوليزم سايت اكو عندي مالتيبل رياكشن، اكو رياكشن تصير بالميتوكوندريا واكو بالسيتوبلازم واكو بوث. البوث هي مجموعه بكلمه هاج، اذا تتذكرون الهيم سينثيسيس كان يصير عندي ميتوكوندريا وسيتوبلازم. اليوريا سايكل تتذكرون كانت تصير عندي ميتوكوندريا وسيتوبلازم. والجلوكونيوجينيسيس يصير عندي ميتوكوندريا وسيتوبلازم، وهذه الاشياء اللي تتذكرون كلها ترجعون راح تلقوها ان هي كلها صح، ميتوكوندريا سيتوبلازم. فهنا فكره انه نجمعها ونتذكرها. بالمقابل اكو اكشن كانت تصير عندي فقط بالميتوكوندريا اللي هي البيتا اوكسيديشن، كانت تصير عندي بالميتوكوندريا، لهذا كنا دائما نحتاج ننقل مثلا لونج تشين فاتي اسيد، نحتاج كارنتين ترانسبورت اذا تتذكرون. الاستايل كواي برودكشن البايروفيت دي هيدروجينيز يصير عندي ايضا بالميتوكوندريا. الكريب سايكل يصير عندي بالميتوكوندريا. الكترون ترانسبورت تشين يصير عندي بالميتوكوندريا. والكيتو جينيسيس ايضا يصير عندي بالميتوكوندريا. بالمقابل الجلايكولايسيس كانت سيتوبلازم، الاتش ام بي شنت سيتوبلازم، الكوليسترول سينثيسيس سيتوبلازم، اوكي؟ والبروتين سينثيسيس والميتابوليزم ايضا كان يصير غالبا هو بالسيتوبلازم، فبالتالي هاي النقاط نخليها ببالنا. طبعا الانزيم تيرمينولوجي مو فد شيء، هذا سبق عن مرينا عرفنا الكاينيز اللي هو ريليتد للفوسفيت جروب، الفوسفوريليز ايضا ريليتد للفوسفيت جروب without using ATP. عرفنا مثلا ديكاربوكسيليز او الكاربوكسيليز احتاج بها البيوتين، مرينا على تفاصيلها، اوكي؟ اضافه لهذا البقيه الميوتيز، قضيه السينثيز كلها مرينا عليها. الاي تي بي برودكشن احنا سبق ان حكينا عن تفاصيله وشرحناه وعرفنا ليش مثلا الايروبيك تنطيني مثلا 30 32 الفرق بين الماليت والجليسرول جليسرول 3 فوسفيت شانت. وبالمقابل الفرق بين الايروبيك والانيروب، ليش الانيروب تنطيني فقط 2 اي تي بي، وهذا الشيء تكلمنا عنه. اللي يهمنا طبعا احنا هذه اليونيفرسال الكترون اكسبتر والاكتيفيتر كارير، هاي كلها ما مو فد شيء مرينا عليه. اللي يهمنا هنا هاي كلش مهمه اللي عرفناها وبدنا نرجع لها بعدين، اللي هي ريت ليميتنج ستيبس اون ايتش ميتابوليزم. بالجلايكولايسيس الريت ليميتنج ستيب اللي هو الفوسفو فركتو كاينيز 1، طبعا الريجوليتر كلها مرينا عليها سبقناها فما نريد نحكي عنها مره ثانيه هنا بالتفصيل، لكن الجلايكولايسيس رايت ليميتنج ستيب هو الفوسفو فركتو كاينيز 1. الجلوكونيوجينيسيس كان هو المعاكس مال هذا اللي هو فركتوز 1 6 بس فوسفيتيز رايت ليميتنج ستيب. الكريبس سايكل هو الايزو ستريت دي هيدروجينيز، اوكي؟ الجلايكوجينيسيس الجلايكوجين برودكشن كان الجلايكوجين سينثيز، بالمقابل الجلايكوجين بريك داون كان الجلايكوجين فوسفوريز. اعتقد كل هاي معلومات تحسوها اوكي احنا ماخذيها احنا نعرفها ما عندنا مشكله بيها. الاتش ام بي شانت اهم شيء عندي جي 6 بي دي جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز هو رايت ليميتنج ستيب. البايراميدين والبيورين مرت علينا، البايراميدين كان الكربونيل فوسفيت سينثيز 2 then 1 باليوريا سايكل، اوكي؟ بالمقابل البيورين كان عندي اللي هو البي ار بي بي الجلوتامين فوسفورايبوزيل بايرو فوسفيت امايدو ترانسفيريز هو اللي كنا نحتاجه. اليوريا سايكل الكربونيل فوسفيت سينثيز 1 هذا الشيء مرينا عليه وحكيناه. الفاتي اسيد سينثيسيس رايت ليميتنج ستيب هي الاستايل كو اي كاربوكسيليز، اوكي؟ بالمقابل الفاتي اسيد اوكسيديشن اللي هي الكارنتين اسايل ترانسفريز 1 طبعا بالتحديد اللونج تشين، اوكي؟ الكيتوجينيسيس هو الاتش ام جي كو اي سينثيز، وهذا الشيء قلنا نفرقه عن الريدكتيز اللي نحتاجه بالكوليسترول سينثيسيس.
فلتجون على المعلومات كلها بتفاصيلها، انتم مر عليكم بس مجرد ترتيب لها وتخلوها ببالكم وما تنسوها، الا كلها مر عليكم وتعرفوها بالتحديد. فبالتالي هنا اهميه المراجعه، الميتابوليزم كلش مهم تراجعوها دائما. يعني يا ريت من نهايه البروجرام دائما تراجعون حتى تبقون ما تنسوها. طبعا هذا الباثويز اللي حكينا عنها، حكينا احنا بالبدايه عن الجلايكولايسيس، حكينا عن الفركتوز والجلاكتوز ميتابوليزم، حكينا عن الجلوكونيوجينيسيس، حكينا عن الاتش ان بي شانت، الجلايكوجين بريك داون، الكريبس سايكل. اضافه الى هذا حكينا عن تفاصيل الليبيد ميتابوليزم والكيتوجينيسيس والبروتين ميتابوليزم والاوت تشين فاتي اسيد ميتابوليزم، حكينا عن اليوريا سايكل. فبالتالي الباثويز هاي المفروض حاليا انتو اي باثوي اذا بسيطر ومراجع تقدر تكتبه، ما عندك مشكله. مو صح، مو شرط تكتبه بالتفصيل واحد واحد، لكن تقدر انت تغطي غالبيته والجزء الاعظم من عندك. تمام. فبالتالي هذا اللي يخص محاضرتنا اليوم، يخص البايو كيمستري. شلون بسرعه عامه ماده البايو كيمستري؟ هي ماده طويله تقريبا ثاني اطول ماده ورا المايكرو. اوكي، عاشتكم ان شاء الله خير. المهم تراجعوها اطباء، تسيطرون عليها ان شاء الله. احنا بعد العيد راح نكمل كارديوفاسكولار ونبدي ريبرودكتيف. اوكي، راح نبدي ريبرودكتيف سيستم. فبالتالي يا ريت تراجعون الماده تسيطرون عليها. والمفروض احنا عندنا امتحان، من المفروض احنا متفقين كان يوم 15 مو بس راح يصير ويا العيد 15، فممكن ناجله شويه على مود البيهيفيرال ساينسز اكزام. هو كان 15 توز جيد، انا ما اعرف 15 او 16 اتفقنا، اتصور كان 15 مو يوم 15، مو مشكله ناجله شويه لان معناها راح يصير ثالث يوم العيد، فاتصور اوكي ناجله شويه ماكو مشكله. لو نكمل مادة أحسن من مادتين، صح أنا أعرف هذا الشيء، بس أنا أفضل مادتين لسبب واحد. إحنا بمادتين ننجز أكثر من مادة واحدة، يعني أنا هذا اللي ملاحظه. يعني مثلا من أجي أنطي محاضرة جزء بايكيمستري وجزء كارديو واسكولار، نقدر نخلص مثلا ناخذ 11 12 صفحة بالمحاضرة. من أنطي محاضرة مادة واحدة، يعني أبسط شيء البايكيمستري أو كارديو واسكولار، الغالبية ورا 8 أو 7 صفحات بعد ما يتحملون يكملون المادة. هذا السبب. فانا انطي محاضرتين بمره واحده، يعني مادتين بمره واحده، لان هي اشبه محاضرتين وليس محاضره واحده، هي هاي البوينتس. اوكي، كل الاحوال والله هي ما ادري، مو انتوا اصلا احنا هاي الطريقه حتى نكمل. يعني احنا حتى تقريبا بقالنا يجوز شهر، يعني شهر الى 45 يوم المفروض نكمل كل البروجرام. اوكي، يعني احنا 15/6 الى 1/7 مكملين كل شيء، ما نريد نتاخر اكثر. فهاي الطريقه الوحيده انه احنا نقدر نكمل الماده، لان بالنهايه احنا عندنا طريقتين يعني حتى نمشي بسرعه. الطريقه الاولى انه احنا نقلل المواد، نشرح فقط هاي، وهاي صراحه ما افضلها، لان يعني اكو شغلات واحد لازم يعرفها. صح هي ممكن لويل بس تحتاجها حتى تفهم الهاي، فاحنا نضطر نشرحها، فانه نقصر بالشرح هاي ما نقدر. الشغله الثانيه انه احنا نطول القصه، لا احنا خلينا نخلص يعني ان شاء الله مبدئيا حتى اقصى شيء 1/7 احنا مكملين كل شيء تمام. اوكي، فبالتالي لهذا هاي الطريقه انا افضلها. ومع هذا اتس اوكي ما شاء الله، يعني الكارديو فاسكولار احنا بس نكمل الفيزيولوجي، وهي اتصور الفيزيولوجي ما بقى شيء على الكارديو فاسكولار. ممكن ناخذ محاضره واحده فقط كارديو فاسكولار كامله نكمل بيه الفيزيولوجي، بقيه الباثولوجي ترى كلش سهل بالكارديو فاسكولار، يعني راح تشوفوها اغلبها مر عليكم وتعرفها. يعني مثلا كلكم تعرفون الام اي والانجينا، وكلكم تعرفون السيانوتيك واسيانوتيك هارت ديزيز، كلكم تعرفون البريكاردايتس والمايوكاردايتس والشوكس، كلها بانواعها كلها تعرفوها، تعرفون كلها الفاسكولايتس مر عليكم نوعا ما اغلبها. يعني الباثولوجي مو صعب الكارديوفاسكولار، اللي صعب بيه هو الفيزيولوجي، هو تقريبا اشبه خلاص، يعني بقت بس محاضره واحده اذا ناخذها طويله او محاضرتين على نص محاضره يخلص ان شاء الله. اوكي، فاتس اوكي. اوكي، يبقى احنا ان شاء الله مثل ما قلت حاليا اليوم 4، الخميس الجمعه السبت مبدئيا ما عندنا محاضرات، الامتحان عاد نغير موعده. اوكي، نرجع ان شاء الله على الاسبوع الجاي ننزل جدول مراجعه من جديد، سايكل جديده مراجعه، وننزل ايضا جدول المحاضرات. راجعوا زين اطباء، استغلوا وقتكم، ترى ما بقى شيء ونخلص، يعني ترى احنا فجاه هسه راح نمشي ان شاء الله من نهايه الخامس احنا مخلصين الكاردو فاسكولار كامل، ومخلصين الجزء الاعظم من الريبرودكتيف، يعني بحيث بس يبقي لنا شويه ريبرودكتيف السي ان النيورولوجي، واضافه لهاي المواد البقيه نخلصها باسبوع، نخلصها كلها ما عندنا مشكله.
فبالتالي يا ريت تراجعون زين، ترى ما بقى شيء وتخلص، راجعوا زين، سيطروا على المادة، ما يحتاج من نجي نعطي آخر محاضرة تحس إنه أنت كل شيء ما استفدت، أوكي؟ فهاي النقطة كلش مهمة. يبقى إحنا إن شاء الله موعدنا مثل ما اتفقنا ورا العيد، وهسه إن شاء الله عود هم أيضا نحدد موعد الامتحان بوقت ثاني حتى ما يتعارض ويا العيد، تمام؟ يلا بالتوفيق لكم، وعيد مبارك إن شاء الله مقدما، يعاد عليكم بالصحة والعافية وتحطون كل شيء ببالكم، أوكي يا طباء؟ شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق، وإن شاء الله يا ربي الصيام مقبول وكل أعمالكم شو اسمه مقبولة، أوكي؟ شكرا جزيلا.